الشفق الأحمر يا كمال زغطوط حمرة تكون في السماء في مكان غروب الشمس، يعني لما يسقط قرص الشمس تجد احمرارا. هذا الاحمرار يفترض أنه ينزل سريع، يزول سريعا، يعني نصف ساعة، 3 أو 4 ساعة على الأكثر. هم يؤخرون في مصر احتياطا، لكن ما أدري كيف يقول الأخ 5 ساعات بعد سقوط قرص الشمس ويزعم أن لجنة أعلنت ذلك.